أصدقائكم سيداتي وسادتي في هذا البث المباشر من ملعب الفتح بالرباط، نترقب وبشغف كبير قمة الدورة الثانية في النسخة الثالثة للدوري الوطني للمحترفين. قمة كبيرة بين الجيش الملكي الذي بحث عن العودة للواجهة بعد سنتين يعني متواضعتين من حيث العطاء، والجيش الملكي يواجه اليوم فريق بطموحات كبيرة هو فريق المغرب التطواني. المقابلة التي ستدور أمام قرابة 8000 متفرج، 99 منهم من أنصار فريق الجيش الملكي، جاءوا من كل معاقل للفريق بالعدوتين الرباط والسلة لمؤازرة هذا الفريق الكبير. مقابلة ربما لا تقتسم لا تحتمل قسمها على اثنين، وإن كان أمامكم حشود بشرية من أنصار فريق الجيش الملكي تذكرني بسنوات الثمانينيات في هذا الملعب لما كان الفريق يضم أسماء وازنة في ثمانية القرن الماضي، من ضمنهم مساعد مدرب الحالي سعد دحان، دريس وديش، مولاي الطاهر حمدي، الكثير كثير من اللاعبين اللي عطاو صورة مضيئة عبر التاريخ. وقبل من ذلك كانت التشكيلة التاريخية ديال سنوات الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، من ضمنها مختطيف، عمار زنايا، حسن بن سليمان والغزواني وغيرهم من اللاعبين. بعد غاجيجي ديال الثمانينات المرحوم البرازيل، أوشلا، بولاس، صمادي، الشمامي، الرموكي وغيرهم من اللاعبين. اليوم الفريق الشمالي بكل إمكانيات المتاحة له يبحث عن العودة، وربما دي مقابلة المصارعة مع الأنصار على اعتبار حبال الودي بين رشيد طاوس وأنصار فريق ربما وصلت للباب مسدود. مزايا حميدة تبدل ليعود هذا الخيط كتجانس ما بين إدارة التقنية فريق الشمالكي ممثلة في رشيد طاوسي وفصائل فريق الشمالكي التي تؤازر الفريق، وقررت العودة للملاعب وللمدرجات للمؤازرة بعد غياب دام لشهور خلت. المقابلة ربما تغري بالمتابعة وبالمشاهدة على اعتبار أن فريق الجيش الملكي المؤازر عنده امتياز للملعب والجمهور، إنما المغرب التطواني الفريق والآخر رقم مهم في معادلة كرة القدم والأجواء الصيفية، وبرغم ذلك الجمهور حاجة من كل حدب وصيف هذا الملعب اللي يمكن نقول أرضيته بجودة عالية والأجواء مثيرة ومساعدة لنتابع مقابلة من عيار كبير. الفريق العسكري عاد من خنفرة أولى الدورة بتعادل صفر لمثله، فيما اكتفى فريق المغرب التطواني بالتعادل أمام الشياطين الخضر من الرجاء بهدفين داخل كل شبكة بملعب سنة الرمل. يعني لا 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 لا. ربما المقابلة لا تحتمل قسمة على اثنين، أمل كبير كما هو أمل كل مشاهدين الكرام بأن نتابع مقابلة في مستوى التطلعات بين الفريقين الكبيرين. الجيش الملكي لا داعي للتذكير صاحب الرقم الركور ركور ناسيونال في الألقاب 12 لقب، ربما عيون الفريق العسكري ترسم لقب رقم 18 ورقم لم يسبق إليه أو لم يسبق أي فريق مغربي، فيما المغرب التطواني لقبان غاليان ويحلق عالي الفريق التطواني حينما يؤتي بلادنا في ثاني نسخة لكأس العالم لكرة القدم في السنة القادمة. التطوانيون يمنون النفس بالعودة بأقل خسائر ممكنة. ربما القاسم المشترك في المقابلة هو أنه رشيد طاوسي وعزيز عمري ابن سيدي قاسم مدربا في الجيش الملكي والمغرب التطواني ربما تطاردهما مقصرة الإقالة، لأن النتائج التي تشفع لأي مدربين بالبقاء ضغوطات كبيرة على كلا المدربين، والنتائج التي قد تقرر إما بقاء أو مغادرة هذا المدرب أو لا. نتمنى كل رشيد طاوسي حمدكم ربما ابتسامة تخفي من ورائها تخوف هواجس ضغوطات كبيرة على المدرب من طرف فريق من طرف أنصار فريق الجيش الملكي على اعتبار أنه يحمل فوق كتفيه فريق بمرجية كبيرة. دخول فريق على أرض الملعب هذا المشهد الجميل لملعب فاس الذي صنع عليه إصلاحات عديدة أن يكون في المدير، لأنه تم إقفال أبواب المنظمة الرياضية أمير ملعب الذي أصبح في حلة قشيمة ليحتضن فعالية كأس العالم القادمة للأندية وكذلك فضل أمريكا للأمم. إذا دخول فريق الأرض في الملعب ونقدم تشكيلة الفريقين، فريق العسكري سيدخل هذه المقابلة بشكل التالي: أنس خيتي، بحيرة صا واحد، مدينة النقمي 17، يونس حمال 4، يوسف أنوار 7، هناك
انس عزيم 3، مجيب الرحمه 24، سمير شكرومي 6، ارسلان بن جلول 9، عبد الرحيم الشاكر 5، ايوب خالق 29، وبلال دياب 5. هذه التشكيله الرسميه في دكه المدراء، حمزه حشي 15، توفيق اجدروتان 20، ايشاجي حسان 8، هرمات اشرف 34، يونس حيمي 22، 21 يوسف العمري، و 28 يوسف مصطفى. مدرب فريق رشيد الطوسي التطوانيون جاؤوا للرباط ياخذ هذه المقابله بالتشكيله التاليه: محمد يوسف حرس 12، انس مرابط 14، سبعه يوسف بوشتات، فال مرتضى 5، محمد ابرو العامي 3، زهير نعيم 19، زيد كاروش 10، الهرد ربيع الكول 24، خضروف عبد الرحيم عبد العظيم 26، محسن ياجور 9، وسعيد كرادا لاعب اولمبي فرقه سابقه. انوار الدوير رقم 9 في دكه البدلاء، عدنان العصري 22، فوزي عبد الغني 17، رفيق عبد الصمد 21، سلمان ود الحاس 87، المهدي الخلاطي 6، والمهدي عزيم رقم 11. مدرب فريق رشيد العزيز العامري يقود هذه المقابلة، ثلاثة التحكيم رشيد بن حواجم في الساحة، ناهي خليفة المساعد الأول، معاه شعب الكريم المساعد الثاني، ثلاثة من عصمة الوكالة، الحكم الرابع مصطفى النصيري من عصمة غرب، مندوب المقابلة عبد الرحيم مصطفى. إذا هذه التشكيلة ديال الفريقين قبل هذا إجراء هذه المقابلة، استعدادات على قدم وساق، أمل كبير بأن نتابع كما تتابعون مقابلة في مستوى التطلعات بأي صورة. سيتلقوا الفريق ومن سيفوز في هذه المقابلة، أظن بأن رشيد الطوسي عزيز العمري لعب سابقا قاسم المشترك ابن سيدي قاسم، ولعب للاتحاد الرياضي القاسمي في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن الماضي، أن يكون حكم مقابلة. ما نبغيش نرجع التحكيم من جديد على اعتبار شاهد بالأمس مقابلة أولمبيك أسفي، والنهضة البركانية احتجاجات يمكن نقول لا طائلة منها ومبالغ فيها من طرف أكثر من لاعب، فبحكم بشر قد يخطئ، إنما بعض اللاعبين برعونة كبيرة يناقشون حكام مقابلات ببعض القرارات. أنا لا أنكر أن بعض الحكام يخطئون عن قصد أو عن غير قصد، إنما مرفوض بتاتا من اللاعبين حتى من المؤطرين والمسيرين بأن يتدخلوا بطرق تفتقد للبقاء وتغيب عن المبادئ ديال الروح الرياضية، الشيء الذي يخدش كبرياء كرة القدم الرياضية. إذا الانطلاقة بعد حين وعناق كبير بين ياجور وعبد السلام بن جلون، كلاهما لاعبا للمنتخب الوطني الشبان، ووصل الى نهائيات كاس العالم لكره القدم 2005. الانطلاقه عسكريه، يمكن سيلعب الفريق العسكري براسي حربه على اعتبار بن جلون وبلال بيات الهدف السابق للنادي القنيطري والعائد للكاميليا خطيب بدنيه. كل فئه عمريه تتابع هذه المقابله، كل فئه عمريه حب شارف، وانطلقت المقابله من طرف فريق العسكري المؤثر تقريبا 8000 متفرج من انصار هذه المقابله، تقريبا 50 حتى 60 مناصر من انصار فريق المغرب التطواني تحملوا مشاق المجيء للعاصمه الرباط لمتابعه هذه المقابله. نذكر بالامس في مقابله مقدمه بملعب مسيره باسفي، اولمبيك اسفي غزاره من الاهداف امام الفريق البرتقالي النهضه البركانيه 3-3 في نزال كان مفتوح على جميع الاحتمالات. اذا اخر ترتيبات تتخذ لتعطى انطلاقات هذه المقابله في هذا الملعب الذي يعود لمعانقه الفريق الجيش الملكي بعد سنوات من الغياب. اعطيت انطلاقات المقابله المهدي بن رحمه اللاعب السابق للجمعيه السلاويه، كره عرضيه كانت هناك لمسه يد، بطبيعه الحال الفريق العسكري كان بوده ان يخصص يعني حصة تدريبية قبل هذه المقابلة مفتوحة في وجه الأنصار، الشيء الذي تم رفضه من طرف مسؤول فريق الفتح الرباطي، الشيء الذي أثار حفيظة أنصار فريق جيش ملكي الذين أرادوا الاقتراب من فريقهم ومعرفة كواليس الفريق ومستجدات الفريق وآخر استعدادات الفريق على عين لم يتمكنوا من ذلك. فبذلك المدرب رشيد الطوسي في نقاش مع الأنصار طلب المؤازرة والتشجيع و العودة للمساندة، لأن الفريق بدون جمهور والفريق في غياب جمهور في غياب دعم من الصعب جدا تحقيق النتائج. نتمنى صادق يرجع فريق الجيش الملكي بسرعة كبيرة للمعانقة النتائج الإيجابية، ولأنه فريق يمكن نقول واحد من يمكن نقول قاطرة كرة قدم مغرب إلى جانب الرجاء والوداد البيضاوي. كرة عسكرية، ارتقاء لمرتضى، فال العائد للفريق بعد التدريبة بالخليج العربي، الخالق آخر الملتحقين بفرق الجيش الملكي، يعرج على فرق الجيش الملكي منتقلا أو قادما من الدار البيضاء من الوداد. كرة عسكرية، انطلاق لبلال بيات، محاولة تمرير
نعم محاصر محاصر بلانبيات يعني الموسم الثاني على التوالي مع فرق الجيش الملكي. ينتظر من الانصار والمسؤولين بان يخرج من عن صمته ويبسم عن بدايه قويه ويهز الشباك فيما متواصل هذا الزحف لفرق الجيش الملكي وتغطيه تطوانيه والمراقبه محاولة المرور المهدي بن رحمه مرار انما الكره في طريق بن جلون بن جلون في عمليه واحد اثنين انما كيبحث على المؤازره كره عسكريه عبد الرحيم اشاكير ومؤازره كبيره منذ البدايه للفريق العسكري. هذا النزال عبد الرحيم اشاكير من جديد غير كليا تمشي عند زكرومي زكرومي ربما مورفولوجيا تغير لانه حلقه حلقه شعره بشكل غير من سحنته ومن قسمته وجهه فبذلك والان ياخذ مكان رسمي ديال التشكيل الرسمي لفريق الجيش الملكي. كره عسكريه هذا انس عزيم انس عزيم يمرر انما تمشي من جيران بلال بيات يمرر عند عبد الرحيم الشاكير تبادل كروي ودحرج الكره باللمسه الواحده الخالقي في الممر الايمن محاصر من طرف يوسف بوشتات حول التمرير الجو مشمس والجمهور تقريبا 8000 متفرج وعدد الجمهور تقريبا نصف ملعب الفتح الذي يتسع القرابات 20000 متفرج مملوء بانصار فريق الجيش الملكي. كره عسكريه انس عزيم يغير كليا تمشي لعند الخالقي من جديد الزكرومي يعني الامور واضحه الخالقي ظاهر ايمن انس عزيم ظاهر ايسر عبد الرحيم شاكر والزكرومي في منتصف الدفاع فيما هذه التمريره عرضيه انما بعيده على باقي اللاعبين كره في اتجاه الفريق العسكري هذا اللاعب محاول مرور يوسف انوار مباشره ضغط خفيف فريق الجيش الملكي في البدايه كره عسكريه من جديد كره هذا مهدي النغمي ارتماءته مرتضى فال واول زاويه عسكريه هذا الزكرومي كما قلت تغير كثيرا على المستوى المورفولوجي وربما يظهر بحله جديده قد تكون فال خير على فريقه هذه المقابله في بطوله هذا الموسم. حراس امنيه مشتده في هذه المقابله في الملعب وكل المعابر المؤديه لملعب فتح لتمر مقابله في الظروف الرياضيه ارتقاء عزيم كره عسكريه من جديد هذا يوسف انوار تبادل كروي انما زيد كاروش اسرع هذا هجوم خاطف مشى زوير نعيم يغير كليا تمشي عند ياجور انطلق زيد كاروش ياجور خطروف يتوصل تمشي عند زوير نعيم خطروف من جديد مع الزين الحكم يعطي ضربه خطأ لفريق الجيش الملكي لفرق الجيش الملكي واول انذار في المقابله يتلقاه ابن مدينه المحمديه عبد العظيم خضرو. اذا حكم المقابله رشيد ابو الحواجب يتابع كل كبيره وصغيره والهستيريا في المدرجات وغليان وراء مرمى الحارس انس الزيتي الذي يحظى بمؤازره كبيره من طرف انصار فرق الجيش الملكي وطار ذلك من خلال تقريبا 30 دقيقه كاحماء من طرف الحارس الدولي السابق سلامات حارس مرمى حراس مرمى فرق الجيش الملكي. كره عسكريه انس الزيتي يحضر ديال المقابلة المدرب محمد فاخر مدرب منتخب الوطني للمحليين عيونه ترصد أكثر من لاعب بعدما فاز بثلاثية نظيفة على تشاد سيقابل المنتخب الموريتاني في غضون الأيام القليلة القادمة. الحاكم يقول ضربة خطأ عسكرية إيقاع أمامكم محمد فاخر يتابع بعين العارف والتقني المتتبع فيما عزيز العمري أمامكم يعرف بأنه ربما إذا استمر مسلسل النتائج يا في بداية الموسم ربما قد تكون تمة مفاجآت لأن كرة القدم حبلة بالمفاجآت والفريق التطواني على عاتقه الآن مسؤولية تاريخية ليحلق حاليا في كأس العالم التي تحظى بلادنا بشرف تنظيمها للمرة الثانية على التوالي بعدما وصل النصر الخضر للرجاء لمقابلة تاريخية نهائية أمام فريق البافاري البايرن. إذا تطوان ترصد من الآن لنحتل يعني المعسكر التدريبي للفريق التطواني لإسبانيا جاء متواضعا ثلاث مقابلات أمام فرق مغمورة وهزائم برباعيات 12 هدف تقريبا ثلاثة مقابلات ودية الشيء الذي أثار حافظة أنصار فرق المغرب التطواني ووضع علامة استفهام كبيرة حول المستقبل الكروي ومدى جاهزية هذا الفريق لمقارعة الكبار في كأس العالم للأندية. كرة عسكرية هناك تسلل للخالقي والحكم يعطي
امتياز لفائده فريق الهلال. رشيد طوسي يعني بطبيعه الحال هو بركان في الداخل وغليان مع نفسه، انه يعني تعرض يعني انتقادات لاذعه وقويه من طرف انصار فريق الجيش الملكي. الفرق الكبيره لا تريد التواضع، دائما تريد التالق وتسطع في سماء وفضاءات التالق، وهو الذي ينطبق على فريق الجيش الملكي، الفريق الاكثر تتويج في الدوري المغربي لكره القدم. 12 لقب بالتمام والكمال، 12 لقب بالتمام والكمال، فضعا القاب اخرى مستوى كاس العرش وكذلك على مستوى الاتحاد الافريقي لقب واحد وعصبه الابطال الافريقيه لقب واحد. فريق عطى اسماء كبيره للتاريخ، اسماء يعني عشرات لاعبين اتتوا فضاء الفريق الوطني، واكثر من ذلك الفريق العسكري فريق الجيش الملكي يتغنى كثيرا بالنجم السابق محمد تيمومي، واحد من نجوم واساطير كره القدم المغربيه اللي منح الكره القدم المغربيه اللقب ديال الكره الذهبيه، وكان ذلك بجداره واستحقاق موسم 85-86 من القرن الماضي. الفريق المغرب التطواني مرتضى فان تمشي لعند محمد ابرهون يغير كليا، تمشي للوسط خضرو كابيون افون، رجل اماميه واضحه، رجل اماميه واضحه، والحكم قريب من العمليه. كان المهدي بالرحمه هو صاحب هذا الخطا، المهدي بالرحمه هو صاحب هذا الخطا فيما دكت بدلاء المغرب التطواني، والكل ينتظر فرصته، يعني كثير من اللاعبين ينتظرون فرصتهم هذا الفريق او ذاك، فيما تغطيه جيده نادي عزيم تمشي جميله توصل بها اللاعب يوسف انوار خاطئه خطرو في عمليه 1-2 محاوله تمرير عبر الاطراف، تمريره صعبه 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 صعبه، انما تدخل الزكرومي بعد هذه التمريره الجيده للاعب يوسف بوشتات، كره عسكريه من جديد دائما تغطي طواني، هذا خطرو يمرر بوشتات من جديد يمرر، انما جدار بشير عسكري امام مرمى الحارس انس نيتي، امام مرمى الحارس انس نيتي، ضغط رهيب في هذه المقابله وقسمت وجود اللاعبين تحكي، هذا حسن الدين صنهاجي الى جانبه في اليمين، هناك حمزه حجي لاعب سابق للوداد والمغرب الفاسي وغيرهم من اللاعبين الذين ينتظرون فرصتهم لاخذ الرسميه داخل سواء داخل فرق الجيش الملكي او فرق مرمى التطواني. كره عسكريه تغطيه نادي عزيم وامتياز بعد الفريق الجيش الملكي، امتياز بعد الفريق الجيش الملكي. نذكر بانه في تنس الخامسه اولمبيك خريبكا يستضيف فريق الكوكب مراكشي بالمركب الرياضي بنت خريبكا، وتم الساعه السابعه من مساء اليوم حسن اكادير رفقه مدربه عبد العزيز كيتيوي المرتبط من جديد مع الفريق لثلاث سنوات تبحث على اولى الاضاءات واول فوز بطوله هذا الموسم، وان كان الخصم مهم ومهم جدا هو فريق شباب الريف الحسيني. في باقي لقاءات الدوره غدا الدفاع الحسن الجديد ابتداء الساعة الواحدة بملعب العبيبي الجديد يستضيف الوافد الجديد شباب قنيفرة، غدا قمة القمم بفاس بين المغرب الفاسي والوداد البيضاوي تم الساعة الثالثة، النادي القنيطري بداية أكثر من متواضعة يستضيف فريق الفتح الرباطي تم الساعة الخامسة بملعب بلدي بالقنيطرة في مقابلة صعبة وصعبة للغاية لفريق النادي القنيطري والرجاء، في مقابلة مهمة ومثيرة بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء في الساعة السابعة يستضيف الاتحاد الزمرد الخميسات الذي يرسل على بلاية أكثر من واعدة. أنا زنيتي وجب باقي اللاعبين وهادو بضع عشرات من أنصار فريق المغرب التطواني، يمكن نقول 100 متفرج تطواني يتواجدون وراء مرمى الحارس محمد اليوسفي حارس مرمى فريق المغرب التطواني. كرة تطوانية هذا بوشتاتي راوغ يمر بالكعب جميلة تمشي مجديد، إنما الزكرومي في مكان مناسب، الزكرومي في مكان مناسب، يوسف بوشتات مجديد يعني من نفس الملعب نصف الملعب تقريبا ثلاثة أربعة الملعب تقريبا الآن يمكن نقول مملوءا أخيرا، ولازال المئات من أنصار الفريق الجيش الملكي خارج أسوار ملعب الفتح. تماس ينفذ الحكم يقول يعني بطريقة خاطئة، النادي عزيم طريقة خاطئة نفذ بها التماس، صفر لمثلي في هذا النزال نصل للدقة 11. دائما تكافؤ سيد الموقف، وإن كان فريق الجيش الملكي نسبيا هو المسيطر إنما المقابلة صعبة وحارقة لكلا الطرفين. يوسف بوشتات مجديد يمر محاولة المرور، الحكم يعطي الامتياز، الحكم يعطي امتياز للهردومي عبد المولى لاعب فريق المغرب التطواني واللاعب السابق للكوكب مراكشي
فيما يعني كل لاعبي العسكري اذا استثنيت بن جلون عبد السلام يتواجدون امام مرمى الحارس انس نيتي. انس نيتي يوجه الجدار ورجل لرجل وعراك كبير ونديه كبيره ما بين لاعبين. فرصه وزاويه لفريق المغرب التطواني الاولى في المقابله تاتي من حيث التموضع في الجهه اليمنى من حيث تواجد حارس انس نيتي. الزنيت امامكم 26 سنه تجربه كبيره ربما صحيح ستكون منافسه في الفريق الوطني وربما قد يضع فيه بدو الزكي الثقه بنسبه كبيره ليكون الحارس الرسمي للفريق الوطني في الكاس افريقيا القادمه للامم بمشيئه الله. زاويه تطوانيه دال زهير نعيم هناك تنفيذ اظنه في غفله من الجميع اظنه ابرهون العميد فرحه كبيره الانصار فرقه مغرب التطواني في العميد ابرهون يوقع الهدف هو الامام دهشت وحسره وخيبه امل لرشيد طوسي ارتقى فوق الجميع. الزاويه الاولى في المقابله قلت كل المقابله ربما لا تحتمل القسمه على اثنين. ابرهون العميد فرح مسرور مذهول منتشر بهذا الهدف. تطوان متقدمه بالرباط امام جيش ملكي بهدف الاخر. هنا الاعاده هنا الزاويه زهير نعيم كره تتمنى دائريه ارتقى يعني برجل اماميه خدعة الزاويه الاولى بريمير بوطو ديال الحارس انس نيتي 1-0. الحمامه البيضاء تحلق عاليا بمدينه الرباط ومتقدمه بهدف الاخر. هدف بالتاكيد سيشعل فتيل هذه المقابله امام دهشه تقريبا 9000 من انصار فريق الجيش الملكي. 100 متفرج تطواني امام تقريبا 9000 متفرج من انصار فريق الجيش الملكي ويمس السعه الطاقه الاستيعابيه ديال ملعب فاس. اذا كيف سيكون فعل فريق الجيش الملكي؟ نترقب ذلك صعود لاعب الخالقي يعني هنا غنرجع للصفقات التي اخذت تسوج الدوري المغربي لكره القدم منذ 3 سنوات. يمكن نقول قياسا مع الميزانيه العامه للفرق حتى اغنى الفرق المغربيه تجاوزا اللي كتدور في 5 حتى 6 ديال المليار. يعني اصبحت ارقام مخيفه وعاليه وربما خوفي بان ياتي يوم قريب وتعيش الانديه المغربيه التضخم لانه صراحه الارقام كبيره وكبيره جدا قياسا مع ما يقدمه اللاعبون من عطاء في الملعب. بعض الارقام تصل ل 500 مليون سنتيم سنتين 3 سنوات مقابل العطاء نادر جدا. هذا فقط بالعين المعاينه بالعين المجرده لانه من حق اللاعب ان يطالب باي رقم يريد انما هذا الرقم لازم ان يقابله العطاء والسخاء والمردوديه والفرجه اللي من اجلك يجي جمهور ملاعب كره القدم. صراحه بعض ارقام يعني يمكن نقول ضخمه للغايه وترسم علامه استفهام كبيره في اوساط كره القدم. ما غاديش ندخل تفاصيل هذا الموضوع لان الراي العام يتتبع ذلك عن كثب. زاويه عسكريه هناك صعود كل اللاعبين العسكريين امام الحارس محمد اليوسفي. زاويه ارتقاء تدخل لابرهون من اطول اللاعبين مسودي عليه جانب مرتضى فان. هناك تكتل بشاري رهيب مع انما غاب من الارجل امام مرمى الحارس اليوسفي. صعود كل اللاعبين فرصه مرتضى فال العملاق سنغالي في قلب دفاع فريق المغرب التطواني يتدخل في كل كرة هوائية وينقذ الفريق امامكم. 1.95 متر هذا من اطول اللاعبين قامة قلوب شهور المغرب التطواني منذ 3 سنوات تعرف التجربة بالخليج ويعود من حيث انطلق الفريق الذي صنع اسمه فريق المغرب التطواني. محسن ياجور واحد من الصفقات التي تحدثت عنها يعني يكون ربما الاضافة للفريق التطواني كأس العالم القادمة. كرة عسكرية عبد الرحيم الشاكير كرة بطريقة لفريق الجيش الملكي وحاول المرور حكم المقابلة يقول خطأ ضد المهدي النغمي. ربما الهدف يمكن يكون واحد وقع نفسي على اللاعبين ديال فريق الجيش الملكي فيما محسن ياجور على ما يبدو إصابته لا تدعو للقلق. المقابلة لم تبري حتى الآن المستوى المتوسط لما نترقب ارتفاع وتيرة التباري ونذكر بأنه الفريق الجيش الملكي والمغرب التطواني من الفرق التي لها كل إمكانات لتكون في الموعد وتعطي تكون بمثابة نواة صلبة وقوية كقاطرة لكرة القدم المغربية إلى جانب الوداد والرجاء وغيرها من الدفاع الحسن الجديدي وغيرها من الفرق التي تؤتت الفضاء. كرة ضائعة محاولة الخروج حارس خروج خاطئ
هذه واحده من غرائب كره القدم، هذه واحده من غرائب هذا المهدي النغمي. اذا لم يسجل هدف بهذا الشكل ماذا عسى ان يسجل؟ خروج خاطئ للحارس وتباطؤ ما بين الدفاع والحارس التطواني، انما بخطوات متثقله المهدي النغمي اخطا الوجه. هنا الخروج خاطئ، هنا الخروج خاطئ ديال الحارس، اخطا يعني اخطا تقرير الحسابات، انما خطوات متباطئه يهدر هذا الهدف ويضيع فرصه العوده في النتيجه لتبقى تطوان متقدمه هدف لصفر، هدف العميل ابرهون منذ الدقه 13. كره عسكريه، هذا الزكرومي يمر الخليقي، الخليقي الان تطوان غلقات كل المنافذ، والمهدي النغمي يبحث عن المنفذ، ليس الخطا مسترجع في الوسط. عبد الرحيم الشاكير، عبد الرحيم، انما كيف السبيل، كيف السبيل للوصول للمرمى؟ الخليقي من جديد، مرتضى فال في الرد، هناك خطروف يعني ارتباك كبير، ارتباك كبير في هذا الطرف، ولكن حتى المقابله حتى الان يمكن نقول لم تبرح المستوى المتوسط. عبد الرحيم بلد خطروف، تبادل كروي، انما تغطيه جيده للفريق العسكري. عبد الرحيم الشاكير، عبد الرحيم الشاكير يغير كليا، تمشي عند مهدي بالرحمه، لاعب سابق للايسيز او الجمعيه السلاويه، يمرر عند مهدي عزيم، مهدي عزيم كيف السبيل للوصول؟ الان يمكن نقول 4-5-1 هي التشكيله اللي كيلعب بها فريق 4-5-1، هنا بجوج ديال الجدارات، ويبقي فقط على محسن ياجور لانه متقدم الان بواحد صفر، يريد تامين نتيجه المقابله، صحيح سيلعب الهجومات المباغته، انما سيحاول تنويم المقابله رشيد عزيز العامري لان عنده الامتياز خارج الميدان. ينتظر رد فعل رشيد الطوسي وباقي لاعبيه بعدما تلقوا هدفا مباغتا من كرة ثابتة جاء ذلك مبكرا. كرة عسكرية، مشى بلال بيات، بلال بيات محاصر، عنده مهمة صعبة. بلال بيات حتى في السابق القنيطري واحد من الصفقات الغالية في الدوري الوطني منذ سنتين، انما حتى الان اصيب كثيرا. هنا ابن سيدي قاسم اصيب، بلال بيات طاردته لعنة الاصابة طويلا، فهو لاعب شاب يعني متخلق هداف، انما جا فريق كبير اسمه فريق جيش الملكي، يلزموا بعض الوقت الاستئناس والدخول ضمن اجواء المنافسه لاعطاء الاضافه اللازمه داخل فريق نحبه ونقدره ونعتز به، وشرف كره القدم المغربيه في العديد من المحطات واعطى اسماء وزنه عبر التاريخ للفريق الوطني هو فريق جيش الملكي. يعني فيما دكة بدلاء فريق المغرب التطواني بعيون يعني تهتم بكل كبيرة وصغيرة. كرة عسكرية واسترجاع للحارس أنا سنيتي ينتمي للمدرسة الفاسية، المدرسة المتخصصة في صناعة حراس، وماشي أي حارس، حراس بمعايير دولية. نبدا من الأبيض ونمشي للهزاز ونعرج على رفاهية وتقناوتي وباقي، واحد الجيل يعني العديد من الحراس الذين أبلوا البلاء الحسن، آخرهم هذا الحارس المتألق 26 ربيعا أنا سنيتي، صارم حتى مع نفسه، أعرفه حق المعرفة، مواظب مجتهد، الدليل هو انه المنادة عليه الفريق الوطني ووضع الثقة في طرف المنتخب الوطني. كرة عسكرية، محاولة تسديد، محاولة المرور، كيف السبيل، كيف السبيل، كيف السبيل، يعني أقفلت عليه كل الممرات. كرة لأنس عزيم، أنس عزيم بعزيمة بعزيمة وإصرار كبيرين يريد الوصول ليقترب من المرمى. بلال بيات بخطوات متثقلة يفقد توازنه فيما محاولة الاسترجاع من جديد، هذا يونس حمال، يونس حمال قرب للزكرومي، الزكرومي يتوصل، نترقب مواصلة هذا الضغط وهذا التشجيع المتواصل من طرف أنصار فريق جيش الملكي. كرة عسكرية من جديد، محاولة التمرير، مرتضى فار في المكان المناسب، مرتضى فار في المكان المناسب. طبيعة الحال من أبرز المغادرين لفريق الجيش الملكي عقال يعرج على الرجاء، والخالقية يلتحق بالفريق قادما من الميدان. يعني في الميركاتو الذي سينتهي بعد ايام قليله تم تمديد بضعه ايام لترميم صفوف كل الفرق، انما المؤكد انه هناك شح في سوق اللاعبين، اللاعب بقيمه ما نقولش عاليه انما قيمه مقبوله يعني غائب عن السوق، حتى بعض اللاعبين المتعلقين نسبيا تم الاحتفاظ بهم داخل فرقهم، او حتى اذا ما طلب منهم الانتقال لفرق اخرى فانهم بارقام كبيره. هذا الحارس الاحتياطي
لفريق الجيش الملكي غير مؤهل يلتحق بباقي المتفرجين. وجوه عديده تؤتت هنا هذه المنصه الرسميه لملعب الفتح، كثير منها لاعبين قدامى لفريق الجيش الملكي وللفتح واسماء في عالم التدريب والاداره. فرصه وبالدو ماتش، كره المقابله هنا الروتاسيون لما هنا يمكن نقول من نقطه ضربه جزاء لما تسديدها برجل يسرى خارج اطار مرمى الحارس، يعني مهاجم من عيار كبير ما مسموحش له يضيع هذا الشكل. هنا الصدر مع الكره سدت خارج، ترك المرمى في اطار وسدت في اطار اخر، يعني ياجور يعني ربما اثر حفيظ الانصار فريق الجيش الملكي، واحد من الصفقات الغاليه في الدوري الوطني لكره القدم، ارتبط مده مهمه مع فريق حمامه البيضاء الذي يعول عليه كثيرا في كاس العالم القادم. كره عسكريه، هناك تماس، كره في طريقها المهدي النغمي، المهدي النغمي في صراع كبير وضربه مرمى، ضربه مرمى يعني بطبيعه الحال عيون التطوانيين ترصد امامكم وجوه عديده الان تؤدي الفضاء يعني كل مسكون. تشكو هذه المقابله، تشكو هذه المقابله العامري يحلم بلقب اخر، ويعني كما قلت بقى اي مدرب في اي فريق لا تشفع له بذلك الا النتائج، بذلك يعني مقصله الاخطاء تطارد كل مدرب كيفما كانت قيمته ونوعه، لانه النتائج التي اما تعجل بالرحيل او النتائج السلبيه بطبيعه الحال او النتائج الايجابيه هي التي تطيل امد هذا المدرب او ذاك حتى على المستوى العالمي. فبذلك يعني نذكر بانه من اصل 16 مدرب في الدوري الوطني لكره القدم نجد خمسه سته ديال الاجانب، هناك التونسيان الاول العجلاني بفريق اولمبيك خريبكا ومواطنه اولمبيك ازافي، الجزائري بلشيخه في الرجاء، الفرنسي تيرماس في فريق المغرب الفاسي، هناك المصري شحاته الذي لم يلتحق بعد حتى اليومين الاخيرين بفريق الدفاع الحسني الجديدي والذي عرج على بلاده مصر، ثم هناك الويلزي توشاك المدرب الكبير الذي سبق له مدرب القلعه البيضاء ريال مدريد، حسن فعل مسؤول فريق الوداد لما ارتبطوا بهذا الرجل الويلزي توشاك 60 سنه، واحد من المدربين الجهود لهم بالكفاءه، انا واثق بانه سيؤسس لمرحله جديده داخل القلعه الحمراء، يلزم بعض الوقت. جعل الوداد الفريق الذي عاش تصدعا كبيرا في السنتين الاخيرتين، لما يمكن النتائج لن تاتي بسرعه البرق، انما انا متاكد ان توشاك وباقي الطاقم التقني للوداد والنوايا الجديده للرئيس سعيد النصيري وباقي المكتب الموسي لفريق الوداد، انا واثق ان القلعه الحمراء ستعود للتوهج وستقارع الكبار وستبحث عن الالقاب كما عودت دائما. كره عسكريه، هذا سعد دحان، هذا من ابرز اللاعبين الذين مروا في فريق الجيش الملكي في نهايه السبعينيات وبدايه الثمانينات من القرن الماضي، وانا اعتبر شخصيا ابرز لاعب مره في تاريخ كره القدم المغربيه من حيث يعني تنفيذ ضربات الجزاء، يعني ماهر الذين جايلوه يعني تابعوا مهرجانه الفرجوي فوق المستطيل يعترفون للرجل بذكاء، طردته الاصابه، دحان عجلت بمغادره مبكره للملاعب، يعني اصابه بليغه في الركبه، لما انا اعتبرهم من ابرز اللاعبين الذين مروا في خط وسط ميدان فرق الجيش الملكي كره القدم المغربيه في السبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، واليوم له مهمه تقنيه محضه لاعطاء الاضافه لفريق منحه كل شيء وصنعه، اسمعوا في فضاء كرة القدم المغربية. كرة تطوانية، ارتقاء الأسرع من لاعب المغرب تطواني، يعني يمكن نقول الآن فريق الجيش الملكي بعد ما تلقى الهدف لا أقول دخل في سبات عميق، إنما دب لأقدام اللاعبين العياء ودبت لنفوسهم، عملت الخوف التي ربما يعني قلصت من اندفاعهم الذين بدأوا به المقابلة. يعني ونحن في بداية هذه البطولة نذكر بأنه بعض أخطاء صراحة بعض أخطاء التحكيم غير مقبولة بتاتا، شاهدت مقابلة يعني اتحاد زمور خميسات بمراكش أمام كوكب، صراحة أخطاء يمكن نقول بأنه غيرت المقابلة 180 زاوية وقلبت رأسها العقب، يمكن نقول الحكم
هاد العباره يعني اساء للمقابله، ماشي غير التعادل من الخميس هذا بضرب جزاء كنقول قاسيه قاسيه جدا، انما تمت قرارات يعني شلت حركه المقابله وافقدت رونق. هذا منير بن قصو، هذا بن قصو ابن العلال الحارس السابق المرحوم علال، اسطوره فريق جيش الملكي وفريق الوطني، والحارس الذي اثار يعني الانتباه بارتماعته الانتحاريه وب ردود فعله النادره. فبذلك اعتبر المرحوم علال واحد من اساطير كره القدم المغربيه، كره عسكريه، مشى الخالق الممر الايمن، يمكن يمر رميضه في منقص، ماذا عسى ان يفعل؟ الخالقي يمرر كره بطريقه على من؟ مباشره ولكن زاويه. الثانيه في المقابله، مرتضى فار يراقب كل كره هوائيه، مرتضى فار يراقب كل كره هوائيه، يراقب كل كبيره وصغيره، واستماتته امام البيضاء هنا بالرباط امام فريق الجيش الملكي. الحارس محمد اليوسفي زاوية هناك في التنفيذ، زاوية عبد الرحيم الشاكر، رأسية، فرصة فرصة فرصة، أوه. النادي عازم يوقع التعادل تقريبا بنفس الطريقة ديال الهدف ديال المغرب التطواني. عودة الهستيريا وعودة الدف وعودة الانتعاشة لأنصار فريق الجيش الملكي من كرة ثابتة، جاء الحل هذه المرة الطائر الأيسر، وكأن القدر يعني مشترك في هذه المقابلة، مدافع هو الذي وقع التعادل كما كان شأن في هدف الصفق لفريق المغرب التطواني. 8900 متفرج الهستيري أمامكم وراء مرمى الحارس أنس زنيتي، المقابلة تعود لنقطة الصفر، يتنفس رشيد الطوسي يتنفس الصعداء، أقول بأنه يحمل فوق كتفه فريق بمرجعية تاريخية، يعني صراحة عودة الانتعاشة لكل مكونات ومحيط فريق الجيش الملكي، على اعتبار أن المقابلة تلعب بجزئية صغيرة، كرة تطوانية، المدينة نعيم، هذا زهير نعيم، حول المرور، هنا إعادة الهدف، هنا إعادة الهدف، متابعة دقيقة، صاحب المبادرة هو الظهير الأيسر، الظهير النادي عزيز، كرة تطوانية محاولة المرور، محاولة زيد الهردومي، هذا زيد كاروش، تريع تريع تريع، هذه إمكانات مهمة، يخرج كرة إنما مستخلصة بشكل صحيح، هذا يوسف أنوار، محاولة المرور، محاصر بلاعبين، جميلة، تمشي عند بلال بيات، بلال بيات لمن؟ يغير الوسط، تمشي عند هذا يونس حمال، يغير كليا، المقابلة ستنتعش، المقابلة ستنتعش، مشى الطاير الأيمن الخالقي، يخلق ممرات ومفاجآت في الطاير، في الممر الأيسر من حيث تواجد دفاع فريق المغرب التطواني، كرة عسكرية، المهدي بالرحمة، بالأسلوب سلس، محاولة رفع إيقاع المقابلة، واللعب على جزئية صغيرة، المقابلة لا تقتسم أو لا تحتمل القسمة على اثنين، مثلث عسكري، هذا محاولة المرور، شاب للبيات، محاصر بأبرهون، للبيات، يحصل ماذا يقول حكم المقابلة؟ تمازي فريق المغرب التطواني، تمازي فريق المغرب التطواني، أظن كنت عامل الدفع من الخلف، أظن كنت عامل الدفع من الخلف، لما الحكم حتى الآن رشيد بوالحواجب من عصبة يعني دكالة يتابع كل كبيرة وصغيرة في مقابلة تحبس الأنفاس وتدور هنا بالملعب الفتح بالرباط الذي يعود لهذه الأجواء التنافسية بعدما خيم عليه صمت رهيب بفعل غياب منافسة ولقاءات هذا الملعب الذي سبق له أن احتضن لما كان أرضية صلبة قبل أن يتحول لعشبين في منتصف السبعينيات من القرن الماضي، سبق له احتضن لقاءات تاريخية من عيار كبير ولقاءات كثيرة ديال الدولية ديال الفريق الوطني، كثير منها كان ودي. هذا الإعادة ديال هدف التعادل من كرة ثابتة، الخالقي تدخل الدفاع وتصل لنادي عزيم الذي يمنح التعادل، أو أناس عزيم يمنح التعادل لفريق الجيش الملكي. واحد 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 في مقابلة يعني قد تنتهي لهذا الطرف أو ذاك، وقد تنتهي باقتصام النقاط على أي كل شيء وارد في مباراة لكرة القدم. نذكر فقط هناك ظاهرة يمكن نقول غير صحية تفسد يعني إطار كرة القدم المغربية، صحيح هناك مهنة اسمها وكلاء اللاعبين التي لها قوانينها تنظم انتقال اللاعبين بطرق مشروعة وقانونية، إنما لا ننكر ونقول ذلك بشجاعة أن هناك بعض السماصرة بهذه العبارة السماصرة يعني يخلقون يعني ضجة وزوبعة في ما بين الفرق واللاعبين في حركات يعني ربما تفتقد للباقة وللأعراف الرياضية. في بداية يجب الضرب يد من حديد على هؤلاء الذين يعكرون صفوة
كرة قدم مغربية ويخدشونا كبرياء كرة قدم مغربية كرة عسكرية مستجع عن طرف مدي بالرحمة تمشي عن بلال بيال بيال كونترول الكوفيرتر مستور فيه مشى يمر يمكن يمر عرضيا يمكن انطلاقة سريعة محاولة المرور هذا المدي النقبي يمرر جميل 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 فرصة وفرصة أخرى تضيل فرق جيش ملكي فرصة أخرى تصدي لفرق الشمالكي وارتباك كبير في دفاع فارق المغرب التطواني مرتضى فال محمد اليوسفي أنس المرابط وغير من اللاعبين في ارتباك كبيرين بذلك كرة قدم مغربية مقبلة على مجموعة الاستحقاقات ونؤسس الآن لأولى الخطوات عن مستوى الاحتراف النسخة الثالثة تمت الظواهر سيبيا لا زالت تخيم في الفضاء بذلك يلزم كل واحد من موقعه أن يخدم كرة القدم المغربية ويضخ يعني دماء جديدة شارين كرة القدم المغربية ومن ضمن هذه الهيئات نجد الإعلام الرياضي ليلزم يتأهل ويكون موضوعي بدون زيادة ونقصان لأن الإعلام الرياضي عنده دور كبير في رسم خارطة الطريق لكرة القدم وللرياضة المغربية والوطنية عموما أنه بنقد موضوعي ونشجع من يستحق الشيء وننتقد من يستحق الانتقاد فقد نخطئ نحن بشر إنما يلزم الموضوعية والحيادية خدمة للرياضة عموما وكرة قدم على الخصوص كرة عسكرية ذكروا ما يتوصل ابن الرشاد برنوسي سابقا تجارب عديدة لهذا اللاعب وثلاثة ألقاب غالية مع فريق المغرب الفاسي يعود الموسم الثاني التوالي مع فريق الجيش الملكي قادما من الماسة والنمر صفر للعاصمة العلمية للمملكة كرة عسكرية محاولة المرور إيقاع متوسط عموما إيقاع متوسط عموما نصل الدقيقة 32 نصل الدقيقة 32 وكل فريق يجرب حظه هو ينتدب ما ينتدب من اللاعبين وفق السيولة المالية المتوفرة وإن كانت كل الفرق المغربية تشكل عون حتى التي تصنف ضمن خانة كبار كالرجاء والوداد التي قد تدور في فلك أرقام ما بين 5 مليار سنتيم يمكن رقم لا يفي بغارة فرصة 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 محاولة تسديد رد فعل سريع لحارس متمرس اسمه أنس نجي يمكن قول الأندية التونسية كالترجي والنجم الرياضي الساحلي أو الزمالك والأهلي الطرف فلك 20-25 مليار أين نحن هذه الأرقام إنما تدريجيا نحن في الطريق الصحيح لتأهيل الرياضة المغربية كرة القدم المغربية نسمع على الفرق نسمع الفرق على شكل مقاولات رياضية يعني تدور بأرقام مهمة زاوية خروج يعني التراجكتوار كان صحيحا يعني هنا الحارس ممتاز هو اللي عنده التايمين يخرج وقت المناسب مشى بن جلون محاصر ثلاثة اللاعبين خروج اليوسفي كرة تلقى الخضروف كرة متطايرة هنا وهناك يعني إيقاع المقابلة يمكن نقول متوسط ويمكن فرق يسجل هدف تيطوان ولا فرق جيش ملكي يمكن يعقد المهمة ديال الحظ لأن المقابلة تجرى بجزئية صغيرة محسن ياجور محاصر بأربعة ديال اللاعبين كيف السبيل للمرور كيف السبيل للمرور تابر الكرة بين خارق الزكرومي الكرة بطريقة الزكرومي يبحث عن المؤازرة يمرر جميلة بيشنات تمشي في الممر الأيمن هذا مشى جميلة جميلة الحكم يعتذر بالخطأ بعد المهدي النغمي نحرك نشيط في هذه المقابلة كذكرني كثير بالجناح السريع لفرق جيش ملكي التمنية القرن الماضي ابن الجديدة حليم يعني هنا أنا غنمشي غيمر إنما كان خطأ كانت عرق عليه والحكم قريب من العملية هناك احتكاكات هناك ندية إنما المقابلة لم تبارح ما هو مسموح بها الرياضية يعني روح رياضة كبيرة ما بين لاعبي الفريقين كنت أتوقع حضور وازي الأنصار في المغرب التطواني خصص لهم مسؤول هذه المقابلة تقريبا ثلث الملعب إنما هم على أكثر تقدير الآن بلاعب المجردة 100 متفرج من أنصار فريق الحمامة البيضاء حملوا معهم وسائل تشجيعية لتحفيز الفريق أن يحلق حاليا في هذه المقابلة كرة عسكرية إرسال كرة عرضية إنما التغطية لم تكن كانت موفقة هذا زوير نعيم هداف الدوري الوطني الموسم الماضي ابن اليوسفية الذي صنع لنفسه اسما مهما في السنتين الاخيرتين واصبح واحد من اللاعبين الرئيسيين في فريق مغرب التطواني كره للهردومي لخضروف تبادل كروي مرتضى فاض يعني حتى حرجه الكره تتم بشكل بطيء ما بين لاعبي فريق المغرب التطواني هذه المقابله
التي تعرف الان التكافؤ وهدف داخل كل شبكه التطواني. هنا كانوا سبق لجي بوستات ابرون وعدل الكف الفرق العسكري الظهير الايسر عزيم فيما يعني من كرات ثابته فيما التكافؤ هو سيد الموقف هذا المقابل. بطبيعه الحال يعني انا ارى بانه بعد اجراء الدوره الاولى تم توقيف الدوري الوطني ثلاثه اسابيع يمكن نقول وقت طويل وطويل جدا يمكن يعطل انطلاقه قطار الدوري المغربي لكره القدم باعتبار 24 يوم متمشي سهل بالنسبه للمدرب وبالنسبه للاعب وبالنسبه حتى للمتفرج. يمكن البعض يعلل ذلك ببرمجه لقاءات ديال الفريق الوطني وفتح المجال لمنافسات كاس العرش، انما نقول ثلاثه ديال الاسابيع مده طويله جدا. نتمنى باش ما تنعكش على المردود العام والايقاع العام ديال ماشي هذه المقابله ولكن ديال اللقاءات ديال الدوري الوطني، لان اللاعب لما ينطلق ويتوقف مده ديال اسبوع اسبوعين ثلاثه او شهر بذلك يعني عرقله كبيره للعوده من جديد في الريتم العام ديال التباري والارتفاع تدريجيا على المستوى التنافسية، شيء الذي يفقد المقابلات سرعه الاداء و يعني نجاعة المردودية خصوصا على مستوى الهجوم. إذا نقترب من نهاية الجولة الأولى 37 دقيقة 1-1 ما بين الجيش الملكي والمغرب التطواني في هذه المقابلة التي تتابعونها معنا سيدتي وسادتي مباشرة من ملعب الفتح بالرباط برسم الجولة الثانية من النسخة الثالثة لدوري المحترفين لكرة القدم. كرة تطوانية جميلة في الممر الأيسر إنما مقطوعة من طرف يوسف انوار، مستخلصه من طرف ابرهون، ابرهون محاصر يرجع كره الوراء تمشي عن مرتضى فال، مرتضى فال بهدوء كبير لابرهون، ثقه كبيره وتجانس كبير ما بين اللاعبين، تجانس كبير ما بين اللاعبين، كره ترقى للهردومي، الحكم قريب من العمليه، ابدا المهدي بالرحمه يغير كليا ليوسف انوار تمشي عند عبد الرحمن شاكر، المهدي النغمي صراع كبير مع اللاعب انس مرابط، صراع كبير مع اللاعب انس مرابط، زهير ناعم من جديد تمشي عند الخالقي، الحكم يقول ضرب خطا، الحكم يقول ضرب خطا. يعني بطبيعه الحال لا احد يريد المجازفه في بدايه الدوري الوطني لكره القدم لانه رقصه المدربين تبقى متواصله. يعني اعجبي بعض المدربين يعني قد نجدهم يعني مدربين يمكن دربوا جوج ثلاثه ديال الفرق موسم واحد، هذا شيء يعبث بكره القدم الوطنيه ويسيء لكره القدم المغربيه. يلزم وضع يعني حد حتى لا صحيح هناك قله كاطور كمدربين نشهد لهم الكفاءه، هناك قله وهذا هو الشيء اللي غادي تشتغل عليه الاداره التقنيه الوطنيه. وقال ذلك ناصر لارقا في اكثر من لقاء اعلامي، هنا يجب اعاده هيكله الاداره التقنيه الوطنيه واعطاء دفعه جديده واخراج اسماء جديده على مستوى التباري وعلى التدريب. انا اقول الاسماء التي اعطت لكره القدم هي معروفه على قلتها، هناك اسماء اخرى تاتت الفضاء بدون زياده بدون اضافه ربما طال امدها في كره القدم الوطني على مستوى القسم الاول والثاني، فحان وقت يعني ضخ دماء جديده واعطاء دفعه جديده لكره القدم الوطني. ضمن المدربين نشهد لكم بالكفاءه والذين يعني اثروا الانزواء ولو مؤقتا للاستراحه نجد مصطفى مديح. مصطفى مديح 23 سنه من التواجد في الساحه الرياضيه الوطنيه، ثاني افضل مدرب وطني من حيث الالقاب بعد محمد فخير، ارتأى بان يستريح ولو مؤقتا رغم انه طلبت توده العديد من الفرق الكبيره على الصعيد الوطني، انما اصر الرجل بان يستريح نسبيا بعد عطاء يعني قارب ربع قرن من العطاءات سواء في المنتخبات الوطنيه او في العديد من الفرق المغربيه او في الدوري القطري لكره القدم. فبذلك نحن نقول لمصطفى مديح و عطاءات مديح انه الكره القدم المغربي بحاجه ماسه لمديح ومن يشابه مديح ك حموله تاريخيه كمعطيات كتاريخ رياضي خدمه لكره القدم الوطنيه. فرصه 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 تدخل انتحاري، تدخل انتحاري ليونس حمام لانه الفريق التطواني هنا من المقابله ويستفيق على هجمات مضغوطه. هنا 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 خروج حارس مثابه ليبيرو، هنا الحارس اليقظ هو حارس المدافع في نفس الوقت، هنا خرج هو بجوج هو المدافع يونس حمام، هنا التراجيكتوار صحاح درس خطواته بمليمترات دقيقة، خرج أمام زيد كاروش وأمام كذلك المهاجم
محسن ياشا كره عسكريه الزكرومي الوسط تمشي عند بن جلون ما شاتوش كيف هذه المقابله ما شاتوش كيف هذه المقابله هناك الكره عسكريه تطوانيه تبادل كروي زوير نعيم جميله تمشي عند ياجون انما تغطيه يونس حمال تغطيه يونس حمال كره في طريقها للمدينه النغمي المدينه النغمي ليمن محاوله المرور جميله 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 كونترا صحيح عبد الرحيم الشاكير الكونترا صحيح عبد الرحيم الشاكير يمر المدينه النغمي سريح بعض متاعب في الدفاع ديال فريق المغرب التطواني الحكم يعتذر الخطا الحكم يعتذر الخطا لفائده فريق المغرب التطواني ينفذ الخطا بسرعه الحكم يامر باعاده تنفيذ الخطا هذا المدينه النغمي سريع وناضج ومتحمس في الممر الايمن في الخط الامامي الهجومي لفريق الجيش الملكي انما حتى الان المقابله متكافئه تكافؤ في كل شيء نتيجه واداء وايقاع الغالب في الغالب انا قلت تجاوزا متوسط المقابله يمكن نقول مخنوقه يعني لا احد يريد المجازفه احتراس كبير وحيطه وحذر وترقب خوفا من الهزيمه لانه الضغط على رشيد طوزي في الجيش الملكي هو الضغط على عز العامري في فريق المغرب التطواني لا احد يريد المجازفه ولا احد يريد المغامره فبذلك يعني الاخطاء المرتكبه تقريبا تشابه كان 8 اخطاء فريق المغرب التطواني مقابل 6 لفريق الجيش الملكي يعني تحيه لكل الزملاء التقنيين من القناه الثانيه دوزان المخرج زميلي بوجمع وباقي الزملاء التقنيين الذين يؤمنون وبكفاءه عاليه لاخراج التلفزيون هذه المقابله لتقريب مشاهد كريم من كل كبيره وصغيره في قمه الدوره الثانيه للدوري الوطني لكره القدم هنا بالرباط ملعب الفتح ما بين الجيش الملكي والمغرب التطواني هدف داخل كل شبكه بين الطرفين في مقابله مفتوحه على جميع الاحتمالات كره تطوانيه خاطئه تمشي لعند فريق المغرب التطواني هناك محاوله المرور لسعيد كراده لما مسترجعه طرف المدينه النغمي عنده امكانات مهمه عنده امكانيه يلزمه المسانده كيبحث على المؤازره ثلاثه اللاعبين امام مدينه النغمي زوير نعيم من جديد تمشي عند زيد كاروش قريب له الهردومي غيغير الهردومي الهردومي امامه خضروف اللاعبين المغرب التطواني لاعبين المغرب التطواني تلعبوا باسلوب سلس اللمسه الواحده وتغيير التموقع هنا يعني الاسلوب ديال كره القدم الحديثه واللعب باسلوب سلس اللعب باسلوب سلس والبحث على الفراغات والممرات الفارغه التي قد تصنع الفارق كره لعبد الرحيم الشاكير تمشي في طريقها للبلالبيات بلالبيات محاصر مرتضى فال فال اليوسفي نزل ايقاع المقابله بشكل ملحوظ كره في طريقها من جديد لفريق الجيش الملكي جميله هناك ابرهون كل ثقة يخرج كرة من مسحة صعبة مشات عند بن جلون يستاهل انما ضعيفة بن جلون ضعيفة في الحارس محمد اليوسفي بن جلون كنقول ما شاتوش في هذه المقابلة هذا حسينة حسينة المدرب والإنسان و رجل النكتة بامتياز كان في سحر خاص لما كيكتبوش مع الفريق الوطني كان كيخلق واحد الجوع من المراح داخل البيعتة وكلارا في الرجل العديد من الرحلات وعلى درجة عالية يعني ابن مراكش رجل بهجة بامتياز بذلك نتمنى يكون تواجد حسينة ضمن دكة بدلاء والطاقم التقني فريق الجيش الملكي فعل خيرين على هذا الفريق لإخراجه من هذه الدوامة من النتائج السلبية التي طال أمدها أن فريق الجيش الملكي فريق كبير فريق عنده شعبية كبيرة وفريق ممكن يكون إلا ضمن الكبار والدليل يعني يتواجد في أعلى قائمة الفرق الأكثر تتويج الدوري الوطني كرة القدم منافسة كأس العرش وخزانته تتغنى بألقاب الإفريقية واحد كأس الكاف 2003 مع محمد فقير وآخر موسم 85-86 في إطار عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم مع المدرب النادي فاريا الذي اعطى كما اعطى كليزو من قبل منه كثير لفريق الجيش الملكي المدرسه الكرويه التي فرحت اسماء وازنه عبر التاريخ في فضاءات كره القدم الوطنيه كره عسكريه عبد الرحيم الشاكير الحارس محمد يوسفي يرتب الامور 30 ثانيه على نهايه المقابله فرصه 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 والحكم يقول ربما تسلل في هناك تسلل يعني تمت سوء تفاهم ما بين الخط الدفاعي ديال فريق المغرب التطواني انتهى الوقت القانوني من هذه الجوله تم اضافه دقيقه كوقت بدي هذا مسجل هدف تعادل انس عزيم الطائر الايسر قامه طويله يعني
فروجيا عنده واحد الشبه كبير مع الطاهر ايسر السابق سنة السبعينيات والثمانينيات القرن الماضي الأمزدي المدافع الكبير لفريق الجيش الملكي كيلعب الى جوار حمدي وعبد الله باخا واحد مجموعه كبيره اللي شكلت النواه الصلبه في تشكيله فريق الجيش الملكي. كره تطوانيه خضروفي مرر صعود مرتضى فال، مرتضى فال اطول عنصر في المقابله، اطول عنصر في المقابله، ارسال فقط بدون خطوره الزكرومي مباشره في الحارس انس فيسي. اخر فتره هذه المقابله، اخر فتره هذه الجو، ربما اخر هجوم في الجوله الاولى، تم اضافه دقيقه واحده من طرف حكم المقابله رشيد بوحواجب يمرر كره في طريق البلاديه هناك ابرهون، ابرهون مباشره تماس بل لم تغادر بعد، لم تغادر بعد، حكم المقابله رشيد بوحواجب يرسل لاعبي الفريقين لمستودعات الملابس. جوله اولى متوسطه العطاء نتيجه واداء بين الجيش الملكي والمغرب التطواني. القاكم سيداتي وسادتي بعد 15 دقيقه من الان، لا تذهبوا بعيدا، الى اللقاء.